سأل يقول شيخي بيجوز أم تكتب نص حصتها لابنها وهي على قيد الحياة، اعدلوا بين أولادكم ولو في القبل. انتبهوا للولد الأول اللي بتجوزوه، أنتوا رجال سمعانين؟ عم اسمعني على وسائل التواصل. بيغلط غلطة الأب شو بيساوي؟ أول ابن بده يفخر وكذا بطقه بسجل له بيت. بكون دائما الواحد لما هيك أول واحد. طيب يجينا الثاني منين نجيب له بيت؟ هذاك متى ما أمن على حاله وسجل 2400 سهم بالبطابة بيقول لهم لأخواته شو؟ روحوا دبروا حالكم، أنا أبوكم اللي سجل لي. بيجي هيك الإنسان ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال، بموت الزلمة. عساس هو كان عنده مشروع أنه يجوز التانين، يلي نفد نفد، بصيروا الأولاد يكرهوا بعضهم. جوزوا خلي البيت باسمك، صار لك شيء بتقاسموا الخيرات من بعدك. لا تكتبوا لحدا،